للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. دكتور محمد، يعني يوم التكيف والزراعة كيف تتكيف مع التغيرات المناخية المختلفة؟ هي القضية الشائكة وهذا المحور الذي يناقش اليوم بين أروقة COP27. برأيك ما هي المحاور الرئيسية؟ يعني أول اسمح لي أشكر حضرتك، وطبعا احنا شايفين قد إيه في اهتمام كبير بفكرة مواجهة التغيرات المناخية والعمل على مواجهة هذه التحديات اللي بتمثل تهديد كبير لكل دول العالم. حال الطبيعة بتبعت لنا رسائل واضحة، وعلى العالم أن يستمع لهذه الرسائل. وطبعا احنا شفنا الجهود المبذولة في الدولة المصرية في الفترة الأخيرة يمكن علشان خاطر نقدر نواجه هذه التحديات، وحتى كمان من قبل ما تكون تحديات ظاهرة بكل هذه القوة احنا كنا بادئين في اتخاذ اجراءات صارمه، يمكن بدات من 2014، مشروعات متتاليه في قطاع الزراعه، الاهتمام بشكل كبير بتطوير قطاع الزراعه وتحديث اساليب الزراعه وتطوير استراتيجيه الزراعه لتحقيق التنميه الزراعيه المستدامه. نعم. بالشكل اللي ساعدنا ان احنا نقدر نعمل اهتمام بالاقتصاد الاخضر. ايضا فكره التكيف، وده امر في غايه الاهميه، احنا كمان التكيف مع الظواهر المناخيه بدات عندنا، ان احنا ازاي نقدر ندرب المزارعين على التعامل على هذه الظواهر المناخيه، بيكون عندنا اجهزه الانذار المبكر، بيكون عندنا كمان تقاوي جديده تقدر تدي انتاج اعلى في ظروف مناخيه مختلفه زي اللي احنا بنشوفها. طبعا ده اكيد هيكون له انعكاس ايجابي جيد لخدمه القطاع الزراعي. وشفنا نماذج موجوده، ويمكن كان في COP27 معروض بعض امثله من التقاوي المصريه اللي موجوده وتم استنباطها وتم ابتكارها لخدمه قطاع الزراعه. كمان بتشوف برضو تطوير ومشروعات التعامل مع المياه وإدارة ملف المية، دي من المشروعات الكبيرة اللي احنا اشتغلنا عليها، والدولة خصصت لها موارد ضخمة علشان يقدر ننجح في فكرة مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها. وطبعا ده أكيد هيكون له انعكاسات جيدة لخدمة وتطوير قطاعات الدولة بالشكل اللي يحقق التنمية الشاملة ويحقق الأمن الغذائي للمواطن المصري في ظل. كيف نبني على كل هذه الأمور، يعني الأبحاث المختلفة؟ وأعلم تماما أن هناك جائزة من محافظات مصر لمشروعات وطنية ذكية، وكان فيها جائزة أيضا فيما يخص الزراعة التقليدية والعودة مرة أخرى إلى الطبيعة، لكن كيف تلملم كل هذه الأوراق والمحاور من COP27، من خطوات اتخذتها الدولة المصرية، من أبحاث علمية على المستوى المحلي أو العالمي، ونصل إلى الهدف بشكل أسرع فيما هو قادم؟ والهدف الأبرز بالطبع هو التكيف مع التغيرات المناخية. طبعا هو اكيد احنا محتاجين يكون في موارد لتنفيذ هذه الابحاث، والحقيقه الابحاث عندنا كثيره جدا، الابحاث العلميه في مجال مواجهه التغيرات المناخيه ابحاث كثير، ما بين انظمه جديده تم ابتكارها زي نظام الزراعه المصاطب، ما بين اصناف جديده تم استنباطها زي نظام الارز 300 سوبر اللي بيقدر يتحمل طول فترات الجفاف بشكل اكبر وبيدي انتاج اعلى، زي اصناف الاقماح المختلفه اللي احنا بدانا نطلعها في مناطق مختلفه كناش بنقدر نزرع فيها قبل كده، زي اصناف الارز اللي بيتحمل درجات مختلفه من الملوحه، ودي بتساعد في مواجهه بعض الاثار وبعض النتائج السلبيه الموجوده. فده موجود ابحاث كثير الحقيقه، ولكن تكلفه تمويل هذه الابحاث وتنفيذ هذه الابحاث على ارض الواقع تكلفه كبيره، ان احنا لما بنعمل منظومه زراعيه قائمه على النظام الزراعه المستدامة أو نظام الإنتاج المستدام في كل موارد وقطاعات الدولة المصرية، ده بشكل كبير بيبقى له انعكاس إيجابي كبير وله نتائج إيجابية كبيرة. فإحنا عايزين يكون فيه مزيد من تكاتف الجهود لهذا الأمر، لأن ده تحدي، التكلفة تقريبا بتكون 6 أضعاف التكلفة الطبيعية، فده بيقتضي أن كل دولة وكل جهة تلتزم بتعهداتها علشان نقدر ننجح في مواجهة هذه الظواهر المناخية المختلفة. نعم، التكيف وقضية التمويل هي القضية الشائكة والتي أيضا تم مناقشتها ربما في جميع الجلسات التي تعقد في COP27، لأنها عامل رئيسي في الوصول إلى الحلول. يعني برأيك كيفية إيجاد التمويل اللازم واستدامة هذا التمويل؟ يعني طبعا هو الفكرة في إيجاد التمويل ده لكل طرف بيلتزم بتعهداته
او صحه. احنا كمان عندنا في الدوله خصصنا مجموعه من الموارد لفكره مواجهه التغيرات المناخيه، زي ما بنقول مثلا الدوله خصصت مئات المليارات لمواجهه التصحر، ان احنا نزرع اراضي صحراويه جديده، زي نقول ال 60 مليار اللي خصصتهم الدوله لتطوير نظم الري الحقلي وتحديث اساليب الزراعه، زي ان احنا بنقول ان في عندنا مئات المليارات اللي الدوله مخصصاها لدعم وتنميه قدرات المزارعين وتطوير اساليب الزراعه في الاراضي القديمه. كل دي مخصصات ماليه نفذتها الدوله، ولكن كمان على المجتمع الدولي ان هو يفي بتعهدات. واحنا بنسمع كثير، لان خصوصا الدوله المصريه زي ما قلنا في الاول ما كانتش بتساهم في الانبعاثات الكربونيه، ولكن احنا تاثرنا بيها بشكل كبير، رغم ان في 20 دوله يمكن على مستوى العالم او عدد محدد جدا من الدول على مستوى العالم كان لهم اثر يمكن تجاوز ال 80% من الانبعاثات الكربونيه، ودي اللي اثرت على العالم كله بشكل كبير، فعلى جميع الاطراف الالتزام بتعهداتهم والالتزام بالاتفاقات السابقه في مجال التعامل مع الظواهر المناخيه والتغيرات المناخيه. الاتجاه المصري نحو التوسع الأفقي والرأسي، سواء من خلال الصوب الزراعية وأيضا كما تحدثت باستحداث السلالات الجديدة الغير مستهلكة للماء، يعني برأيك إلى جانب وسائل الري الحديثة، كل هذه الأمور كيف يمكن أن يتم التوسع فيها في الداخل المصري وتنتقل أيضا إلى الدول الإفريقية كيد للمساعدة واستدامة عمليات التنمية داخل دول القارة الصغرى؟ يعني طبعا الحقيقه احنا في تعاون كبير بتنفذه الدوله المصريه، وفي اهتمام كبير بالتعاون مع دول القاره الافريقيه، واحنا عندنا مجموعه المزارع النموذجيه المشتركه اللي نفذناها مع العديد من الدول الافريقيه، وعندنا جهود كبيره قمنا بيها في الفتره الاخيره لدعم وتمكين قطاع الزراعه مع باقي دول القاره الافريقيه، وعندنا مشروعات مشتركه معهم ونقل الخبرات وتوفير اللقاحات البيطريه ونشر التقاوي المصريه في دول القاره الافريقيه. الحقيقه التكامل مع القاره الافريقيه ده امر في غايه الاهميه، وده منظور الدوله المصريه في هذا الاطار، لان دول القاره عندها موارد كثيره جدا، ولكن يعني ما فيش تكامل يمكن بالشكل الامثل اللي يقدر يحقق الامن الغذائي الحقيقي لدول القاره، اللي عشان كده بنشوف دول كتير من القاره الافريقيه وعدد كبير من الافراد اللي تحت خط الفقر او الجوع بيبقوا موجودين في القاره الافريقيه رغم كثره الموارد المتاحه، وبالتالي ده بيستلزم تكامل الجهود وتكاتفها من اجل تحقيق مزيد من معدلات التنميه ومزيد من تلبيه احتياجات المواطنين في القاره. نعم، الثروه الحيوانيه سواء على مستوى الماشيه او الثروه الداجنه، ايضا افريقيا مليئه بالثروات الطبيعيه و هذه الثروة التي يمكن أن تشكل نوع من التكامل ما بين مصر والدول الإفريقية المختلفة. ما هي جهود وزارة الزراعة في هذا الصدد؟ يعني الحقيقة جهود كبيرة في هذا الإطار. مجال الثروة الحيوانية والمجالات الرائدة، وإحنا يمكن عملنا طفرة كبيرة في مجال الثروة الحيوانية، ودائما بنتعاون ونتكاتف مع دول القارة الإفريقية. إحنا عندنا واحد من أكبر المصانع إنتاج اللقاحات البيطرية الخاصة بالإنتاج الحيواني، إحنا بنبقى حريصين على توفيرها وعلى استخدامها في بالشكل اللي يحقق خدمه اكبر لدول القاره، يمنع الاصابه بالامراض الفيروسيه والامراض المعديه اللي بتسبب هلاك لرؤوس الماشيه المملوكه لدى القاره الافريقيه او لدى القاره، اللي عندنا عدد كبير من الرؤوس، وتوفير الحمايه والتحصين ليهم ده امر في غايه الاهميه، فان شاء الله ده هيكون له اطار واضح واطار ايجابي لخدمه سكان القاره. ايضا التعاون في مجال توفير الرعايه البيطريه، واحنا دايما حريصين على ان احنا نمد اشقالنا الفارقه بما لدينا من خبرات وقدرات وجدارات مصريه في التعامل مع الثروه الحيوانيه بالشكل الامثل وبالشكل المستدام ايضا. نعم. وده بننقله الى اهالينا في القاره الافريقيه، والحقيقه نظره الدوله المصريه لدول القاره الافريقيه نظره ذات بعد استراتيجي، واحنا بننظر لها نظره الاشقاء ونظرة الأخوة علشان نقدر نتكامل مع بعض، وإن شاء الله ده كله نتائج ملموسة على أرض الواقع في المستقبل القريب. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة.